أيضا موضوعنا الطبي وأعراضه معروفة وانتشاره كبير، إنه ارتجاع المريء الذي يزعج عددا كبيرا من الأشخاص وفي أعمار مختلفة. والمعروف أن هذه الحالة تسهم أو يسهم بها التدخين والعادات الغذائية الخاطئة، مثل الإفراط في تناول الوجبات الغنية بالدهون والمقليات. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور سعيد الشيخ، استشاري الأمراض الهضمية والكبد والمناظير. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير دكتور. جايب على طول غرفة المناظير الحين. يعطيك ألف عافية. الله يسلمكم. خلينا نستعرض بشكل سريع عن، احنا ذكرنا يعني بشكل مختصر في البداية أو المقدمة عن أبرز مسببات ارتجاع المريء، هل فقط هي عادات يومية أو غذائية خاطئة نقوم بها، ولا كمان في يمكن عامل وراثي قد يدخل في المسببات؟ طبعا الارتجاع المريئي ما يصيب أي إنسان، فلا بد أن يكون عند الشخص استعداد أن ارتخاء في عضلة الفؤاد أو عضلة المريء. عندنا صمام أو فالت نسميه في أسفل المريء، المريء ارتباط المريء بالمعدة في مثل الصمام يمنع ارتجاع الحمض. لأن طبيعة المعدة فيها تفرز حامض ليساعد على عملية الهضم. طب وليش يرتخي؟ ايش السبب؟ ايوه ليش يرتخي؟ هذه احيانا عند بعض الاشخاص يكون نوع احد الامراض اللي تصيب الجهاز الهضمي هي ارتخاء الصمام المريئي. صحيح. طبعا في ناس عندهم نوع ارتخاء بسيط، فلذلك يعانون من المشكله هاي في اوقات مختلفه، اذا اكل اكل غلط، اذا مثلا كان تحت ضغوطات نفسيه، صارت المعده تفرز احماض كثيره، تصير للارتجاع. ايضا زي ما ذكرته في المقدمه ان العادات الغذائيه لها دور، طبعا لها دور. الدور ان بعض الاطعمه تاخذ الاسيد معها في اعلى المعده فيصير سهله الارتجاع. احد الامور المهمه اللي ممكن تزعج الشخص لما يكون نايم او يكون راقد مستلقي، يرجع الاسيد ويروح في مجرى القصبه الهوائيه ويبدا في نوع من الاختناق. في ناس ما يقدرون يرقدون، ينامون بالليل، وهذا صحيح. طبعا يأثر على حياتهم اليومية. صحيح. وأنا أحدهم. طبعا هي مؤلمة، خصوصا النقطة اللي ذكرتها أنت بالتحديد دكتور، اللي هو ارتخاء المريء. هذه مشكلة يعاني منها الكثير. صحيح. لكن كيف الواحد يقدر يتجاوز هذه المرحلة؟ بالضبط. هل في عمليات فعلا ترجع المريء لسابق عهده؟ نحن قبل ما نناقش موضوع العمليات، قضية يعني علاج المرضى اللي يعانون من المشكلة اللي مثل أنت تعاني منها. عندنا أول شيء تغيير في طبيعة الأكل، ثاني شيء الممارسة الحياة اليومية، ثالث شيء الأدوية، رابع شيء والنهاية هي التدخل الجراحي أو ما شابه. إذا بنبدأ بالأخير لأنه كان هذا سؤالك، في بعض الجراحات إذا كان الشخص يعني وصل المرحلة النهاية مؤثرة على حياته بطريقة كبيرة والارتخاء كبير وكل الأكل يرجع، ذيك الساعة لابد من إجراء بعض أنواع العمليات. في إجراءات صريحة صح استخدمناها، مثل استخدام الليزر راديو فريكونسي لتضييق العضلة، واستخدمتها في تقريبا 300 حالة عندي هنا في دبي. للأسف فعالية تقدر أقول لك 50%، يعني 50% من اللي سويت لهم الليزر هذا ما كان فعال عندهم. أجل. فلذلك قررت أني ما أسويها بصراحة. بس هي في بعض المرضى استفادوا، أقلية. أيضا كانت في أحد المرات أن حقنا أسفل الصمام هذا العضلة بنوع من التفلون حتى نخليها ضيق، بس للأسف بعد عملت مضاعفات فتوقفت. الآن الحاجة المجربة الوحيدة اللي هي قضية اللف المعدة لتضييق مدخل المعدة. هذا تدخل جراحي؟ هاي تدخل جراحي. تام والذي تدخل جراحي كامل. كامل. نعم. طبعا زي ما ذكرت في البداية أن طبيعة علاج المرض هذا يعتمد أساسا بعد على الأكل وبعض الأدوية البسيطة. الشخص اللي يعاني مأثر عليه على حياته اليومية لابد من استخدام الأدوية بشكل يومي.
مدى الحياة؟ مدى الحياة، والأدوية هاي الحمد لله أن مضاعفاتها قليلة وقليلة جدا. طيب دكتور، هل هي أنه مثلا هو الواحد يأخذ الدواء عشان يقدر يكمل ممارساته الخاطئة في الطعام والحياة، لأنه مثلا حد عندك التدخين، القهوة، المقليات يعني، ولا لو غير هو حياته خلاص ممكن يستغني عن الدواء؟ نحن زي ما تفضلتي أنت، الخطوة الأولى لعلاج المشكلة هذه هي اللي ذكرتي، اللي هو الابتعاد عن القهوة والمقالي والأكل المتأخر والسبايسي فود والأويلي فود، هذا كله نبتعد عنه. وبعدين ناخذ حبة في اليوم حتى نعيش مرتاحين. بس الواحد والله بيعيش حياته كلها غلط وبعدين بياكل حبة عشان يرتاح، أنا أظن هذا الطريقة الخطأ لعلاج الموضوع. طب أنا مستغرب من شغلة يا دكتور، مثلا أنا أتكلم عن حالتي، وأعتقد في ناس كثير مثلي. صحيح. لما نشرب حليب مثلا نرتاح. صحيح. لما نشرب مثلا في بعض الأدوية تكون سائلة، هذه أيضا تخفف، لكن الحبوب يعني في ناس ما تنفع معهم، أنا أولهم مثلا ما تنفع معي الحبوب. وش السبب وش السر في الحليب أنه أحيانا الخيار كذلك؟ شوف، الحليب أو السائل اللي هو الأنتي أسيد هذا يعطينا تأثير مباشر، فأنت تحس بالراحة في دقيقته. بالضبط. أما الحبة تاخذ لها يمكن ساعتين لما تمتص ويصير لها تأثير. فهنا التأخير يعني. بس حتى الحليب في البعض مثلا يعني يفرز حليب. حموضة يعني بعدين أوكي يريحك في الأول. أيوه. بس بعدين يضرب بعدين. يعني يسوي لك مشاكل. بالضبط. فهو الاستمرارية على الحبوب ممكن يكون أفضل يعني بشكل يومي. بس الحبوب تعالج العرض وليس المرض. يعني ما راح تضيق. لا 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 ما راح تضيق العضلة هاي، اسمعها طول عمرك. الحبة السحرية. طيب عموما نشكرك حموضة والله. نشكرك طبعا دكتور سعيد الشيخ، استشاري الأمراض الهضمية والكبد والمناظير، شكرا جزيلا لمعلوماتك. شكرا لتواجدك معنا.